بون السلام عليكم اسم كريم حسام اخي واخا حسام الى تحت لك الفرصه انك تغير من هنا للمستقبل شي حوايج في البلاد شنو يمكن لك تغير شنو يمكن لك تدير يمكن لي اخي نغير بحال دابا العباد ديال بحال دابا تقد بعد اول حاجه تقد هي الشوانط كدا تقد الشانطيات باش يكون بحال هكا ما يكونوش حوادث السير ما يكونوش العباد ونحاولوا بيناتنا عاوتاني نعاونوا بعضياتنا وبالنسبة للناس اللي خصهم يعاونوا بحال دابا كاينين شي حوايج اللي تنشوفهم أنايا في البلاد اللي هما ستوبيد بحال دابا هي تتلقى أن البلاد خصها بزاف تتحتاج بزاف ديال الحوايج وكنلقاو أن ديك الفلوس اللي خصنا أننا حنايا نستثمروهم في البلاد كنمشيو تنعطيوهم في الحفلات مثلا دابا أنايا بكوني أنايا إنسان تنسكن في سلا المدينة دابا سلا المدينة كيجي عندنا حنايا واحد الفيستيفال اللي هو دور الشماع كلشي تيعرف دور الشماع عندك دور الشماع ما تيعطيني حتى شي بينيفيسيتاسيون ما تنستافد حتى شي لعيبة من داك دور الشماع تنشوف ان الناس هو سي فري كاينه واحد الاحتفالية واحد المنظر زوين واحد كل مدينة كما كاين ملكة جمال حب ملوك ولكن داك الفلوس اللي كنا غادي نجمعهم نقدو بهم على الاقل عيش الشوام قدوا بهم الشنطيات نديروا شي دار الشباب نعلموا اللغات نديروا شي حوايج اللي زوينه مثلا بحال دابا هي مثلا داك دور الشمع ما يدارش انا في نظري انايا دابا مثلا دور الشمع واحد 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 العام ما نديروش ونديروا مثلا دابا انا عندي اصدقاء ديالي شنو تكونيكطا معاهم كاينين في البيرو كاينين في كوريا كاينين في امريكا تنعيط لهم تنقول لهم اجيو عرفتي فاش حاير في لوكال فين غادي تقرا وفين غادي تمرر انك انت غتمرر ديك الرساله ما كاينش اذا خصنا المهم نديروا شي حاجه المهم انا في نظري انايا اننا نتنازلوا على داك الاحتفالات وداك اللعيبات ونقادو نديرو شركات نديرو شي لعيبات فين يخدم البلاد انايا انا والصديق ديالي جينا دابايا تنبيعوا بحال هكايا تنترزقوا الله باش نمشيو هكايا نحرقوا صراحة عشان كل شيء بغينا بيجي وإن شاء الله نفوتوا هاد البلاد ونخليوا الشعب محتاج شنو شي بالك اللي كيخلي ان البلاد يحرقوا وانت دابا كنشوفوك يعني انت غير صدفه مثال حي شنو اللي مخليك انك شنو اللي ما لقيتيش في بلادك كاين اخي مونك دافير اخي ما كاين ما يدار اخي فين ما مشيتي تلقى صراحه اننا كنعيشوا في واحد ولينا كنعيشوا في واحد البيئه شي ما حامل شي ما فهمتي هادشي كامل اكوز ديال ما نقولوش حنا اننا الدوله ولا حنايا خصنا نعاونوا بعضياتنا حتى الدوله هي خصها تعطينا شويه بشويه يد وحده راه ما تتصفقش واخا شي بالك كما سبق وذكرتي هذه الميزانيه اللي كتخسر في المهرجانات يمكن لها تصلح شيئا ما شي حوايج في البلاد ويمكن لها تحد شيئا ما من الهجره السريه تقريبا حيت راه الجامع ديال الشباب اللي هنايا خاي تيبغيو انهم باش تيبغيو يهاجروا راه ما لقى ما يدير مسكين راه تيبغي حتى هو يتحرك كدا يتقاد يلبس راه اوموا اي واحد اي دريري بحال هكايا في الجينيراسيون ديالنا كدا تيبغي يلبس تيبغي فهمتي تيبغي سميتو هو راه ما يمكنش راه كيما كاين واحد المثل الامريكي تيقول لك وين ا بيكس فلاي ما يمكنش ان الحاشاك الحلو فيطير وراه يد وحده راه ما تتصفقش حنا نعاونو هما يعاونو ونديرو شي شركات نديرو شي حوايج اللي عنده ديبلوماج كاينين دراري عندهم ديبلوماج باغيين يخدمو باغيين يستثمرو كاينين الناس نعطيو فرص هكايا نحاولو غير ماشي واخا حسام اسمح لي قاطعتك سمعت كما ذكرتي لي انت باغي تحرق رغم اننا شفنا يعني بزاف ديال ابناء الشعب وبزاف ديال الاخوان تيمشيو يعني كيموتوا في هذا البحور هذا رغم انك انت كتشوف هذه الخطوره وباغي تصطم تحرق ابي اخي الوالدين اخي انا ديجا عندي واحد التجربه اخي في دوله الامارات ودوزت واحد التجربه اللي هي كانت زوينه شي انما وخايبه شي انما ولكني لقيت واحد لافونتاج بالنسبه لي انا لقيت واحد لافونتاج انني بدلت البيئه لقيت ناس اخرين اللي هما تيعاونوا تيخليوك انك تستمر فهمتي كاين واحد لاباسيون ديال المسانده ديال الناس كاين شويه ديال واخا شنو بغيت نقول لك حسام انت عارف راسك تقدر تموت يعني كاين احتمال انك والاعمار بيد الله ورغم ذلك باغي تركب الامواج
اخي راه خير راه الشباب كاملين اخي راه ما كرهوش اخي ريسكي راه 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 ما كاين ما يدار اخي صراحه انا اخي تمشي تريسكي وتشوف ما عرفتيش اخي الامر بيد الله لكن مكتوب لك شموش راه غادي شموش كان مكتوب لك تعيش راه غادي تعيش اخي الامر بيد الله اخي راه انت هي تتسبب كان مكتوب لك تموت في البحر كان راه تقدر تكون غادي بحال هكا في الطريق وتموت ولكن الا كنتي انت داير واحد الهدف في راسك راه غتوصل باش ما كان. شكرا حسام، شكرا لك ونتمنى لك التوفيق. وككلمه اخيره كمال من اشواقع جريده اشواقع، كلمه اخيره للجمهور. خي خي الله يدير لنا خي شي تاويل في هذه البلاد هذيك، تنطلبوا من المسؤولين اخي يشوفوا من حالنا اخويا، راه الشباب كامل باغي يريسكي، راه كلشي باغي ينافيكي. ديروا لنا شي حاجه فين نستثمروا حتى حنايا وفين نعيشوا، راه خي راه بناء الوالدين اخي. وشكرا اخي العزيز. تحياتي اخويا العزيز، بارك الله.